بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب الحكم العطائية لسيدنا الإمام تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري، نفعنا الله به وبعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك. احنا قلنا العلم النافع والعلم الضار. العلم النافع هو علم القلوب، والعلم الضار هو علم العقول الأدلة. لأن العلم الذي يقوم على الدليل حج عليك، لو ما عملتش بيه هيبقى حج عليك، يعني يجي يوم القيامة يشهد ضدك، كويس؟ إنما علم القلب حج لك، قلبك ممتلئ رضا، قناعة، تسليم، حب ايه؟ الخير للناس، هذه علوم القلب. تبقى دي تدافع عنك، يبقى علوم القلب المصحوبه بالخشيه دي تدافع عنك، تبقى حجه ليك، ويبقى ده علم نافع. انما العلوم الثانيه اللي هي ما فيهاش خشيه لله، يعني لا تبغي بها وجه الله، بل تبغي بها المنصب والشهاده والدنيا ومش عارف ايه، هذه علوم تبقى حجه عليك يوم القيامه. فالعلوم القلبيه علوم تنتفع بها وتدافع عنك، وتكون حجة لك تدافع عنك حتى لو قصرت. حتى لو قصرت في الأعمال الظاهرة، يجي ما وقر في قلبك من التصديق، من الرضا، من الندم على فعل المخالفات يدافع عنك. إنما لما يبقى عندك أدلة وأحكام في ذهنك تعلمها ثم تخالفها، تأتي هذه الأحكام حجة عليك. كيف علمتها وخالفت؟ فتشهد ضدك. أدي المعنى. فأي علم لابد أن يكون مصحوبا بخشية. ويعني إيه مصحوب بخشية؟ يعني يكون لوجه الله لا لوجه الدنيا. وعشان كده لازم، إحنا المشكلة إن المستعمرين لما جم استعمروا بلادنا وجدوا إن المسلمين بيعلموا أبنائهم العلم لله مش للمناصب، فعملوا نظام مختلف، عملوا وزارة التربية والتعليم، وعملوا فيها شهادات، وبناء على هذه الشهادات تتقلد المناصب، وكل منصب ليه مرتب، فحولوا طلب العلم لطلب المناصب والدنيا، فغيروا النية اللي كانت مستقرة عند المسلمين قرون طويلة ان طلب العلم ده لله. كان الواحد من دول لما يبقى عنده اولاد كتيرة ينقي اذكى واحد فيهم يخليه يتعلم علم الدين، والعيال الخيبانة شوية يخليه يشتغل في التجارة، يشتغل يحصل الدنيا في الزراعة، في المهن التانية، واخد بالك ازاي، ويسيب التاني النجيب ده النبي ده هو ده يتعلم علم الدين، ويقول له ايه؟ يقول له انت هتتعلم علم الدين، احنا اللي هنصرف عليك مالكش دعوة، احنا هنشتغل احنا واتعلم انت علم الدين. فيروح هيتعلم علم الدين للدين. ليه؟ لانه مش منتظر ياخد من وراه دنيا، يبقى نيته خالصة. وكانت علم الدين ما فيهوش فيه سنين معينة لازم، يعني مثلا 3 سنين أو 4 سنين وتمتحن 4 شهور وبعدين يجي الامتحان، وده ترم ومش ترم، وقاعد يضربك علشان تاخد الشهادة بسرعة، ما كانش كده. العلم في الأزهر كان علم مفتوح، كل شيخ قاعد تحت عمود بيشرح كتاب، وأنت بحريتك تختار الشيخ اللي يعجبك والكتاب اللي يعجبك والوقت اللي تمتحن فيه. شوف قد ايه جامعة مفتوحة، مفيش قيود. وعشان كده كانوا بيطلعوا علماء. مفيش بقى ايه الزمن قاعد ايه يضربك ويقول لك السنة خلصت والامتحان هيجي والترم مش عارف ايه، وده اتخرج وده كان معاك وتخرج وبقى شيخ الازهر وانت لسه مش عارف قاعد فين. مفيش الكلام ده. كل واحد بيتعلم الطريقة اللي هي بيشوفها مناسبة ليه وبقدر استيعابه، ولما يحب وهو اللي يحدد موعد الامتحان. يعني يروح للمشايخ يدعي الطلب، يقول ان انا عايز امتحن في الماده الفلانيه وفي الكتاب الفلاني وفي الكتاب العلاني، يعملوا لجنه ويمتحنوه، يجيزوه فيه يروح ينتقل لكتب ثانيه، يجيزوه فيها ينتقل لكتب ثالثه، لحد ما بعد كده يوصل لمرحله اهل العلم يعرفوه ان هو من اهل العلم، يقوموا بعد كده يقعدوه تحت عمود يعلم غيره. واخد بالك؟ اهو ده كان الازهر زمان. جت الحمله الفرنسيه دخلت الازهر لقيته كده. فهو
هي حبوا يعملوا ايه؟ يغيروا النظام. فما عرفوش لان العلماء كتار، فجاب نابليون بونابرت بقى يقتل كل يوم عدد معين من العلماء، قالوا 5 وقالوا 3 وقالوا 10، اختلفوا في تحديد من كان يقتلهم يوميا لمده سنه. يطخوهم بالرصاص في صحن الازهر، الحته السماوي في الازهر، ويروك دماغه. والاسماء دي كانت جايه له في فرنسا قبل ما يجي مصر، ان دول هيقوموا بنهضه علميه كبيره فيحيوا العالم الاسلامي مره اخرى. لحد ما خلص العلماء اللي هو معاه بيان باسمائهم، قتلهم تمام، رجع بلده بعد سنه وساب كليبر، ام سليمان الحلبي قتله، وبعدين جامينه لقى نفسه مش هيعرف يعيش مع المصريين الا اذا اسلم، فاسلم. اللي هم شهدوا على محمد ولبسوه العمه وعلموه القران وجوزوه واحده من وجه بحر، وخلف والد اسمه يوسف، وبقى الشيخ مين؟ ده اللي حصل. ومشيوا الفرنساويين، بعد كده جم الانجليز. الانجليز حبوا يعملوا، الانجليز اخبث، قال لك احنا مش عشان نخلص الناس من التعليم الديني اللي هو يبغي وجه الله فقط، نحول تعليم لتعليم مدني. فعمل وزارة التربية والتعليم وأنشأوا المدارس الإرسالية. ده تاريخ لازم تعرفه عشان تعرف ازاي توجهت نوايا الناس من التعليم لله إلى التعليم الدنيا بالتدريج كده. فعملوا المدارس الإرسالية وعملوا وزارة التربية والتعليم وعملوها شهادات، بحيث تاخد الشهادة الفلانية تاخد الوظيفة الفلانية، تاخد الشهادة الأعلى تاخد الوظيفة الأعلى، تاخد الشهادة الأعلى تاخد الوظيفة الأعلى، والوظيفة دي لها مقابل مالي، واخد بالك؟ فتحول طلب العلم لتحصيل الشهادة، ما بقاش بقى لتحصيل رضا الله. فهمت ازاي؟ فصار العلم الآن في صورته وإن كان في حقيقته نافع، صار علم ضار. ليه؟ لأنه في خلل في النية، بقى في خلل في النية. فعليه بقى أنك أنت تفيق لهذا، وانت في هذا السلك انك انت توجه نيتك لله وانت بتتعلم. ليه؟ عشان ايه؟ ما تحققش مرادهم منك. هو مرادهم منك انك تتعلم، اتعلم كل حاجه، بس بدل ما يبقى لله خليه للدنيا لتحصيل المناصب. لان لو كان للدنيا هتحصل ايه؟ التنافس. والتنافس يؤدي الى العداوه، والعداوه يؤدي الى فساد ذات البين. وهم عايزين فساد ذات البين. فهمت بقى ازاي؟ لما دخلوا الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اخشى ما يخاف عليكم ايه؟ الدنيا تتنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم. فهم ادخلوا الدنيا في العلم بطريقه الشهادات. فصار العلم لتحصيل الشهاده، والشهاده لتحصيل المنصب، والمنصب لتحصيل الجاه، والجاه لتحصيل المال، وكله دنيا. فاصبح العلماء يشتموا بعض، والعلماء يكرهوا بعض، والعلماء مش عارف يسبوا بعض، والعلماء لأن دخلت الدنيا فتنافسوها فأفسدوا حتى العلم. شفت المصيبة اللي حصلت؟ فربنا ينجينا يا سيدي. فيقول لك العلم إن قارنته الخشية فلك، وإلا فعليك. والعلم اللي قارنته الخشية هو العلم القلبي، النية. لازم توجه نيتك في كل أعمالك، والنية محلها القلب. وأنت بتسعى لطلب الرزق تحرص على الحلال، تبقى نيتك الحرص على الحلال والنصح للمسلمين وإتقان الصنعة وعدم التكالب والرضا بالمقصود. دي أداة كده. فهمت ازاي؟ وإلا هتقع في مشكلة كبيرة، التنافس على الدنيا حتى لا تنتهي. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يعني إيه لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب؟ يعني القبر مش هيشبع إلا لما يتحط في القبر ويسال عليه التراب، ساعتها يعرف ان اللي حق وانه كان في دار غرر وغرور. ادي معنى لا يملا عين ادم الا التراب، القبر بس هو اللي هيملا عينه، يعني لانه هينتبه انه كان في غفله. فانتبه قبل ما تخش القبر. الحكايه كده، انتبه قبل ان تدخل القبر. لانك لو انتبهت قبل دخول القبر هتعيش قانع. ولو لم تنتبه قبل دخول القبر هتعيش طامع. وفرق بين القانع والطامع، الطامع يكرهه الله والقانع يحبه الله. واضح؟ القانع اللي هو القنوع يعني من القناعة،
وليس القانع من السائل، لأنها معناه مشترك بين السائل وبين الراضي. مطعمنا القانع والمعتر. القانع بمعنى السائل هنا في الآية، والقانع في الكلام بتاعنا هو إيه؟ القنوع الراضي، فهي معناها مشترك. ففوق اللغة العربية عايزة ناس نبلاء، فاهم؟ والله تعالى أعلم.